وعن التطورات في ريف اللاذقية معنا محمد الأشقر مراسل أورينت نيوز من ريف اللاذقية. محمد أهلا بك. ربما الحدث الأبرز حتى الآن في جبلة بريف اللاذقية، هل علمتم أعداد القتلى والجرحى في صفوف الضباط الروس الذين استهدفهم أحرار الشام في التفجير الأخير هناك؟ نعم راضية، طبعا هذا الحدث ليس الأبرز في ريف اللاذقية بحسب، بل هو الأضخم منذ اندلاع الثورة السورية وتحديدا منذ بدء العدوان الروسي على سوريا. طبعا تمكنت حركة أحرار الشام الإسلامية بالتعاون مع حركة بيان من اختراق الحاجز الأمني المكثف للعدوان الروسي في الساحل السوري وتحديدا في ريف مدينة جبلة في ريف اللاذقية، طبعا عن طريق نسف قاعدة عسكرية روسية أو ثكنة عسكرية روسية للاحتلال الروسي في تلك المنطقة. طبعا كما شاهدتم في الفيديو الذي بثه الفصيل المنفذ لهذه العملية حجم الدم الآليات المدمرة في تلك المنطقة. طبعا إلى حد هذه اللحظة لا توجد إحصائية للقتلى الروس الذين سقطوا نتيجة هذا التفجير، ولكن بحديثنا مع مدير المكتب الإعلامي لحركة بيان فقال إن حجم الضحايا لدى العدوان الروسي هو كبير نتيجة ضخامة الانفجار، وحتى يعني أن العديد منهم قد تم إسعافه إلى ثكنة مطار حميميم المحتل من قبل العدوان الروسي، يعني بالإضافة لسماع دوي سيارات الإسعاف بشكل كبير في تلك المنطقة، بالإضافة لإغلاق المنطقة بشكل كبير. تم إغلاق مداخل ومخارج هذه المنطقة عن طريق حواجز أمنية مكثفة وسط سماع دوي انفجارات متتالية أيضا داخل مدينة اللاذقية ذاك اليوم. طبعا التفجير حدث عصر يوم الأحد في تلك المنطقة. طبعا تكتمت الفصائل المنفذة لهذه العملية عن هذا العمل لعودة الأشخاص المنفذين لهذا التفجير بسلامة إلى المناطق المحررة. طبعا تحدثنا مع حركة بيان وقالوا أن الأشخاص المنفذين لهذه العملية قد وصلوا إلى المناطق المحررة، والآن كنا في طريقنا إليهم لنلتقيهم ليتحدثوا عن طبيعة هذا التفجير، ولكن بسبب سوء الطرقات وتصعيد العدوان الروسي من قصفه للطرقات تأخرنا، ولكن في النشرات المقبلة سيكون معنا الشخص المنفذ لهذه العملية والمخطط لها. طبعا يعني راضية، هذا التفجير هو الأول من نوعه منذ بداية العدوان الروسي على سوريا. كنا نسمع باستهداف للثكنات العسكرية الروسية بصواريخ الجراد والقذائف المدفعية، ولكن هذا الحدث هو الأبرز نتيجة اختراق الحاجز الأمني للعدوان الروسي ولنظام الأسد وميليشياته الشيعية المتواجدة في تلك المنطقة. طبعا راضي، هذا بالنسبة للتفجير. إن سمحت لي أن أنتقل قليلا إلى ريف اللاذقية. نعم. وتسليط الضوء على على على, على, على الاشتباكات في الريف. طبعا حدثت اشتباكات متقطعة في محيط بلدة كنسبة بعد أن تمكن الثوار للمرة الثانية على التوالي من استعادة السيطرة على قرية أرض الوطا بعد أن تقدمت إليها ميليشيا الأسد وقواته يوم أمس. طبعا قرية أرض الوطا الآن هي تحت سيطرة الثوار بعد أن اشتبكوا مع قوات النظام اشتباكات عنيفة راح ضحيتها العديد من قوات النظام قتلى، بالإضافة لأسر عنصرين من قوات النظام في تلك المنطقة. طبعا أيضا جرت اشتباكات متقطعة في محيط قرية قروجة وجبلها، بالإضافة لمحيط برج البيضاء في جبل التركمان. طبعا هذه الاشتباكات جرت نتيجة مناوشات كل من الطرفين على حدة، كل الثوار من محارسهم وقوات النظام من محارسها. تم الاشتباك بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة. عفوا محمد، بالنسبة لتلة البيضاء ورد أن الثوار بالفعل سيطروا على هذه التلة، هل لديكم معلومات عن ذلك؟ نعم
نعم راضية طبعا، مع هي معارك كر وفر تجري في ريف اللاذقية. طبعا تارة يتقدم الثوار وأخرى تتقدم قوات النظام. طبعا يعني الثوار تقدموا إليها بشكل جزئي، لا يمكن أن نقول أن قرية البيضاء وجبلها قد تمكن الثوار من السيطرة عليها بشكل كامل، لأن الاشتباكات ما زالت مستمرة إلى حد هذه اللحظة. يعني كما ذكرت لك المعارك كر وفر، تارة يتقدم الثوار وأخرى تتقدم عليهم قوات النظام. طبعا قرية أرض الوطن مثلا قبل يوم أمس سيطر عليها الثوار بعد 7 ساعات من سيطرة قوات النظام، لتعود قوات النظام يوم أمس وتسيطر عليها قبل أن يباغت الثوار ليلة أمس بهجوم عكسي مباغت تمكنوا من خلاله من استعادة السيطرة على قرية أرض الوطن في محيط بلدة كنسبة. يعني لا يمكن أن نقول أن أحد الطرفين المتقاتلين في ريف اللاذقية قد بسط سيطرته على نقطة بشكل كامل نتيجة استمرار الاشتباكات واشتعالها بين الحين والآخر. سنتابع معك تفاعل الحدث الميداني في اللاذقية في نشرتنا اللاحقة. محمد الأشقر، شكرا جزيلا لك، مراسلنا من ريف اللاذقية.